تعالوا نشوف موضوع الاسبانش لاتيه. انا هدخل في المقادير على طول. تعالوا نقول المقادير. معايا كوبايه من الحليب المكثف، واقول لكم احنا شغالين ممكن نعمله ازاي في البيت، مش لازم نشتريه. 3 كوبايات حليب متلج، يعني بعاير الكوبايات او الشفشق بتاعي او ايا كان هو ايه، وادخله الفريزر مده ساعه عشان يبقى ساقع جدا ويديه طعم حلو. طب ما سقعتوش، يبقى احط مكعبات تلج واطمن ان الخلاط بتاعي يستحمل التلج. كوبايه ميه، 3 معالق كبار قهوه سريعه الذوبان، ونص كوبايه صوص كراميل. انا هعمله سبانيش لاتيه بالكراميل، وهعمله سائع مش سخن. وللتزيين عندي كريمه مخفوقه، يعني كريم شانتيه، وصوص كراميل، وبشر شوكولاته بيضه. احنا عندنا صوص كراميل الاثنين متعاير في واحده، فهناخد شويه هنا وشويه هنا. تعالوا نشوف بقى ده على ارض الواقع هنعمل ايه. ناخد الكلام ده كده، هجيب الحليب. بسم الله. انا ممكن ما احطش الميه، مش هحط الميه بصراحه، يعني هكتفي بالموضوع ان هو انا كنت هدوب الميه زي شوط الاسبريسو كده واضيفه، فانا مش هضيفه بصراحه، هخلي الموضوع كله دسم يبقى متمون كده، اللي يشرب كوبايه يدعي لي بعدي، فهعمل كده مش هحط الميه. ادي كوبايه الحليب المكثف. طيب اعمل ازاي الحليب المكثف في البيت؟ كوبايه سكر بودر، كوبايه لبن بودره، معلقه كبيره زبده طريه، وشويه فانيليا، وكوبايه الا ربع من الميه او الحليب. يبقى عندي كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، معلقه كبيره زبده طريه، ونص كوبايه او كوبايه الا ربع حسب السمك بقى، ميه او حليب سائل. دي او دي بالنسبه لي تمام. يا حياتي انتي والله، شفت بوسبوستي لحقتني على طول. هحط شويه ميه صغيرين عشان بس يدوبوها بس كده. يبقى فكيت القهوه سريعه الذوبان بشويه من الميه وبس خلاص. اهي احنا قلنا ايه، نص كوبايه ميه. ميه اختي عليا وانا حافظه مقاديري كده بس كده. اهو ناخد الجمال ده كله ننزل بيه هنا، وناخد شويه من صوص الكراميل. ريحه خطيره، مش هوصف اكتر من كده بقى. تعالوا بقى نزين. احنا حطينا الاسبانيش لاتيه بالكراميل هنا عندي، وهنبتدي بقى نزينه بشويه كريم شانتيه. دي طبعا اختياري، دي دلع يعني. نحط بقى كده اهي عشان يبقى الكوبايه كده متمونه اهو. اهو.